اهلا وسهلا فيكم من جديد. اذا بالفقره الطبيه بنتحدث عن قصور الغده الدرقيه الخفيف، ايش اللي بيميزه عن قصور الغده الدرقيه الواضح، شو مدى انتشاره وايضا تعريفه، وامتى بنحتاج الى علاج، او امتى يحتاج الشخص اللي عنده قصور الغده الدرقيه الخفيف الى علاج، وامتى بيحتاج الى رقابه فقط. نتحدث اكثر عن هذا الموضوع مع الدكتور محمد غنام، اخصائي غده سم وسكري. صباح الخير دكتور. صباحي. اهلا وسهلا فيك. يعني بدايه خلينا نعرف ايش لما نقول قصور الغدة الدرقية الخفيف واللي هو عكس قصور الغدة الدرقية الواضح، شو بيفرق؟ قصور الغدة الدرقية الخفيف يشخص عن طريق الفحوصات المخبرية. بالعادة لسه المريض ما بيكون بيشكي من أعراض، ومنميزه عن قصور الغدة الدرقية الواضح اللي بيكون عنده أعراض. حتى الناس تفهم التعريف بشكل أوضح، حاب أحكي أنه الغدة الدرقية هي موجودة بمقدمة العنق بشكلها زي الفراشة طبعا. حتى تشتغل وتفرز هرمون الثيروكسين اللي وظيفة أساسية بالجسم إنتاج الطاقة، يعني عمليات الأيض كلها بتحتاج للثيروكسين، وفي المراحل الأولى من العمر نمو الدماغ والطول. حتى تشتغل الغدة الدرقية وتفرز هرمون، هل هو الثيروكسين اللي بيعرفوه كل الناس، أو إحنا هون عم نشوف صورة الغدة الدرقية، أو اللي لما بيروح المريض يعمل فحص بالمختبر بسموه T4. لازم يجي إشارة من الغدة النخامية. الغدة النخامية بتفرز هرمون اسمه الهرمون المحفز للغدة الدرقية. الفحوصات بيعملوا المريض بيكون TSH ثيرويد ستيمولاتينج هرمون. حتى نفهم كيف نشخص، لما الغدة الدرقية بقل إفرازها من هرمون الثيروكسين، الغدة النخامية بتشعر بهذا الكلام فبتعطيها حافز تفرز بزيادة، فبدأ يرتفع هرمون TSH. بينما لما الغدة الدرقية يزيد إنتاجها للثيروكسين، الغدة النخامية بتشعر بهذا الكلام فبتقلل إنتاجها. فقصور الغدة الدرقية الواضح لما بقل إفراز هرمون الثيروكسين، حتى تحاول الغدة النخامية يعني تحث الغدة الدرقية تفرز بزيادة، ببدأ يرتفع هرمون TSH مع نزول هرمون الغدة الدرقية. لكن في القصور الخفيف للغدة الدرقية بس برتفع TSH عن حده الطبيعي، بينما إفراز الهرمون الثيروكسين من الغدة الدرقية بيظل بالحد الطبيعي. يعني أغلب المختبرات بتعتمد أنه الحد الطبيعي لهرمون TSH خلينا نحكي مثلا من نص خلينا نحكي لأربعة ونص. طبعا هذا بنطبق لأغلب الأعمار باستثناء الحمل اللي هو حد طبيعي مختلف، والأعمار الكبيرة اللي خلينا نحكي بال 75-80 لهم برضو حدهم الطبيعي المختلف. فقصور الغدة الدرقية الخفيف بيكون بس ارتفاع بهرمون TSH، بينما الهرمون بتفرز الغدة الدرقية طبيعي. ممكن اللي بيقرأوا إنجليزي أو ممكن يشوفوا بمصطلح ثاني يشوفوا أنه هذا اللي نحكي هو تحت سبي كلينيكال هايبوثيرويديزم، أو قصور الغدة الدرقية تحت السريري أو دون السريري. أنا بصراحة لما شفت هذا المصطلح حسيته لا يعكس حالة المرض، وممكن الإنسان ما يفهمه، فاجتهدت أنه أعطي مصطلح يعني تقريبي يعكس حالة المرض ضمن مفهوم الناس، فاجتهدت وحكيت أنه هذا لازم يتسمى قصور الغدة الدرقية الخفيف. فممكن الناس بصراحة لما تدخل على الجوجل أنه ما تلاقي شو قصور الغدة الدرقية الخفيف. يعني أنا بجوز يعني ممكن أول واحد بيستخدم هذا المصطلح، وحاب نعممه لأنه صراحة بيعكس الوضع الحقيقي لهذا المصطلح اللي هو باللغة الإنجليزية. أقرب شيء باللغة العربية ممكن يعكس هذا الوضع. طيب دكتور، يعني شو سبب أنك حبيت تطرح هذا الموضوع؟ يعني شو أهميته أنه نطرح موضوع قصور الغدة الدرقية الخفيف بالتحديد؟ طيب. وجدت صراحة بالمتابعة أنه كثير من الناس اللي بيراجعوا بالعيادات بتشخصوا قصور غدة درقية خفيف بدون ما يعني يمشي الطبيب بالخطوات الكاملة الصحيحة لهي الحالات. والنقطة الثانية ممكن بعضهم يأخذ العلاج وهو مش بحاجة يأخذ العلاج، فقط بحاجة للمراقبة. وبصراحة وجدت لبس كبير في الموضوع سواء عند المرضى، بحيث أنه ما بيعرفوا شو معنى قصور الغدة الدرقية الخفيف، ما بيميزوه عن الواضح البين، وحتى عند بعض الأطباء يعني من الخطوات اللي بتتبعها من لحظة تشخيص الحالة لحظة علاجها بتوحي أنه في يعني عدم وضوح لخطة العلاج والمراقبة لهي الحالات. فوجدت أنه يعني ممكن إثارته بهاي الحلقة يساهم أنه يصير نقاش جديد في الوسط الطبي وبين المريض وطبيبه، حتى يحدد بالضبط أنه هل فعلا تم التشخيص بالطريقة الصحيحة، وهل هو من الفئات اللي لازم تتعالج ولا بكفي أنه يتراقب. يعني في خطوات لازم اتباعها لحد ما يوصل المريض أو
يقرر الطبيب انه هذا المريض بحاجة لعلاج او بحاجة لمراقبه. طيب اذا نتحدث هلا عن مدى انتشار قصور الغدة الدرقية الخفيف سواء عند الحوامل او الاطفال او عند المراهقين. خلينا نحكي بتشير الدراسات انه قصور الغدة الدرقية الخفيف بتشخص بحوالي من 2-3% من الحوامل اللي بيتم فحصهم. نعم. بينما بالاطفال بتصل النسبة لحوالي 2%، وبالنسبة للبالغين بتصل من 5-10%. طبعا وبتزيد هاي النسبة كل ما تقدم الإنسان بالعمر، وكل ما حكينا أنه المريض كان أنثى. نعم. يعني هاي الأمراض أكثر انتشارا بالإناث منها بالذكور. طيب إذن هون نوصل لموضوع العلاج، يعني إمتى بحتاج المصاب بمرض الغدة الدرقية الخفيف إلى العلاج، وإمتى بحتاج فقط إلى المراقبة؟ ممتاز. إحنا حكينا أنه حتى نشخص هذا المريض نعتمد على الفحص المخبري، أنه بيكون عنده تي أس أتش عالي، بينما التي فور اللي هو بتفرز الغدة نفسه طبيعي. نعم. نقسم فئات المرضى لفئتين أساسيات. الفئة الأولى اللي بيكون عندهم بتراوح بين 5-10، والفئة الثانية اللي بيكون أعلى من 10. الفئة اللي من 5-10 هذول بشكلوا أغلب الحالات، هم 90% من الحالات اللي بيعانوا من قصور الغدة الدرقية الخفيف. بينما اللي بيكون أعلى من 10 هم حوالي 10%. نعم. طبعا هذا التقسيم له فائدة هسا نحدد مين بتعالج أو لا. أعتقد أنه أول خطوة لازم يعملها الطبيب أنه يميز أنه هل الارتفاع اللي وجده بالتي أس أتش ارتفاع يدل على خلل بالغدة الدرقية ولا لا يدل. لأنه مش بالضرورة، هاي جملة كثير مهمة حاب أركز عليها، مش بالضرورة إذا كان هذا الهرمون مرتفع عندك لحد الطبيعي بشيء بسيط أنه عندك خلل بالغدة الدرقية. ممكن في خطأ بالمختبر، ممكن أحيانا توقيت الفحص، ممكن أنت كنت مريض وبتتعافى من مرض فبيكون عالي شوي، أحيانا بيداوم شفتات ليلية، ممكن يكون عنده أعلى بحد معين، ممكن عنده اضطرابات بالنوم، ممكن نتيجة أدوية بتأخذها، أو إذا أخذت صبغة ملونة لو بدك تعمل صورة. فيعني أول شيء لازم نوصل فكرة أنه ليس كل ارتفاع يدل على مرض في الغدة الدرقية. نعم. الخطوة الثانية نحكي أنه حتى لو كان في ارتفاع، الخطوة أنه مش من على طول بعالج، لازم أترك المريض أراقبه 3-4 أشهر وأعيد له هذا الفحص مع فحص الثيروكسين مع الأجسام المضادة للغدة الدرقية. لأنه بصراحة في جزء كبير من المرضى بتعدل لحاله، يعني لما تعيده من 3-4 أشهر بيرجع الفحص طبيعي. فإذا أنت بس من فحص واحد قررت تعالجه، يعني أنت ممكن تحكم على إنسان يتعالج 40 سنة بدواء بشكل يومي، وممكن يكون له آثار اجتماعية. أنا حكيت لك بجوز أنه في بعض البنات فسخوا الخطبة لأنه خطيبها عرف انه عندها قصور وهو خفيف، وهي اصلا مش بحاجه مش بحاجه للعلاج ولا انه يؤثر عليها ولا عليه كمان. والعكس صحيح، في بنات بطلوا عن الشاب كمان. وفي اسر لما تحكي للطفل انه انت عندك بتتعقد الاسره كلها، وبصيروا عندهم هم وحزن ومن وين اجانا المرض وكيف اجانا المرض. فيعني تبعات انك تلقي بهذا التشخيص يعني احيانا تكون كبيره على الاسره. فانت كطبيب بصراحه لازم تتروى انه مين الحالات اللي بحاجه عن جد اني اعطيها علاج، ومين الحالات اللي بدي أراقبها. لأنه بدي أعطيك مثال، في الأطفال على سبيل المثال أكثر من 70% من الأطفال تم مراقبتهم أكثر من 5 سنوات كان عندهم قصور غدة درقية خفيف، أكثر من 70% الغدة عدلت نفسها بنفسها. بدون علاج، يعني بوجدنا بعد 5 سنوات رجعت غدته الدرقية تفرز بشكل طبيعي. 30% اللي ظلوا، الجزء الأكبر منهم ظلت زي ما هي، يعني ما ساء الوضع، ما ساء. أقل من 1% منهم ساء. فيعني انت كانك يعني بيستحق الانتظار الموضوع. نعم، هي اللي نحكيها، يعني مش كل حالات بدك تبادر تعالجها. بالكبار كمان، كبار السن بعد مراقبتهم 5 سنوات وجدوا 60% منهم بدون علاج بتتعدل الغده الدرقيه لوحدها بدون علاج، وفي جزء بسيط منهم بتسوق، وفي الاغلبيه بضل زي ما هو. الغالبيه العظمى بيكون الوضع مش مخيف. فيعني اللي بدي اوصله انه هذا مرض مش خطير، وبصراحة مش كل الحالات بتحتاج علاج. الإجماع الطبي فقط على حالتين إنهم يتعالجوا، غيرهم كله قابل للنقاش وحالة بحالتها تدرس. الحالة الأولى التي يجب أن تعالج وفي إجماع عليها في الحمل وفي العقم. نعم. إذا ست أو يعني مش قادرة تحمل، أو بتحمل وبتجهض مثلا، أو بدها تحمل ومش قادرة تحمل، هاي لازم تتعالج. لازم. أو إذا حملت وتشخص أنه عندها قصور غدة درقية خفيف، لابد أنها تعالج بالحمل، لأنه ممكن يؤثر على النمو العقلي والذهني والنفسي للجنين. نعم. الحالة الثانية اللي في إجماع كمان أنها تتعالج لما يكون تي أس أتش أكثر من 10، بعد ما نتأكد أنه فعلا الفحص صحيح ونعمل بالطريقة الصحيحة وأنه ما فيش إشكالية
الطبية بالمختبر إلى آخره، هذا يعني في إجماع كامل من كل الأوساط الطبية أنه يتعالج. نعم. ما دون ذلك اللي بيكونوا بين 5 إلى 10 يعني في جزء كبير منهم لا يستحقوا العلاج، إنما بعضهم ممكن الطبيب هو المريض يحدده إذا المريض عنده بعض الأعراض اللي ممكن تكون لها علاقة بالقصور الخفيف، يتفقوا مع بعض بعد ما يكونوا عملوا الفحص وتأكدوا أنه في مشكلة بالفحص، أنه يعطوا العلاج لثلاث أربع أشهر ويعدلوا الفحص ويشوفوا هل الأعراض اللي الطبيب والمريض عزوها لكسل الغدة الدرقية تحسنت ولا لا. إذا تحسنت بيكملوا العلاج، ما تحسنت بوقفوا العلاج. لأنه مثلا بعطيكي مثال، جزء كبير من المرضى بيراجعونا على اعتبار أنه وزنه بيزيد أو مش عم بنقص على أساس أنه عنده مشكلة بالغدة. طبعا بيكون معموله الفحص TSH بيكون 5 أو 5.5. بدي أحكي أنه هذا أصلا 5 5.5 بالذات في الأطفال، يعني هو الشيء الطبيعي لطفل سمين أنه يكون عنده بين 5 إلى 7، الشيء الطبيعي. وهذا جزء يعني تغير نتيجة السمنة وليس بالعكس، يعني مش السمنة ناتجة عنه إنما السمنة هي عملته. مرات براجعك يعني كهل عمره فوق خلينا نحكي 65-70 سنة، ارتفاع بسيط، وأحيانا ممكن يكون عنده مشكلة بالقلب، يعني صلب شرايين أو مركب شبكات عوامل القلب، لا يستحق العلاج لأنه أحيانا مخاطر العلاج يعني بتكون أكثر، لأنه هذا العلاج إذا زاد عن حده في دمه ممكن يعمل له ذبحة صدرية أو جلطة أو تسارع بالقلب. وإذا مثلا واحد عنده أصلا هشاشة عظم أو كثافة العظم قليلة وزاد ممكن يزيد عنده هشاشة. طيب بالنسبة للأطفال دكتور، يعني إحنا إذا بنحكي عن مضاعفات العلاج غير عن الكبار بالسن، شو ممكن تكون مضاعفاته؟ يعني إحنا هون ما بدنا نشجع على العلاج، لكن بحال إنه مثلا صار في خطأ وهذا الشخص سواء عم نحكي ما بنقول حامل لكن نقول مثلا عند البالغين على سبيل المثال او عند الاطفال، شو مضاعفات العلاج؟ اي طفل وكثير بتواجهنا هاي الحالات صراحه، اي طفل بعد ما ينولد ويصير عمره شهر اذا ما تعدل عنده فحص الغده الدرقيه ورجع للطبيعي، هذا يستحق العلاج اول 2 أو 3 سنوات من عمره حتى لو ما كان عنده مشكله، لاني ما بدي اراهن على نموه العقلي. لانه باول 3 سنوات من عمر الطفل النمو الدماغي والنفسي يعتمد على وجود هرمون الغدة الدرقية، فأنا ما بدي أراهن وأقول ممكن عنده المشكلة أو ما عنده، فبعالجه وطيلة ال3 سنوات، وبعد ال3 سنوات بفكر أوقف الدواء عنه وأحدد أنه عنده مشكلة أو ما عنده مشكلة. فإذا الطفل في أول 3 سنوات لأني ما بدي أغامر، لأن هنا بنحكي عن نمو دماغ، عن مستقبل الإنسان طول حياته. هسا في نقطة ثانية، اللي بيكون عندهم قصور غدة درقية خفيف مثلا بيعانوا من قصر القامة، لم يثبت بالدراسات أنه قصر القامة قد يكون سببه قصور الغدة الدرقية الخفيف. طبعا القصور الغدة الدرقية الواضح سبب واضح ما بدها نقاش انه بيخلي عندك قصر قامة او يعني انه نموك ضعيف، اما اذا كان خفيف ما هوش سبب لقصر القامة. فبالتالي احنا بصراحة هذول الاطفال يعني اللي بتعدوا سن ال3 سنوات وما عنده خلينا نحكي ارتفاع واضح او حتى الاجسام المضادة سلبية بنراقبهم، لان زي ما حكيت لك اغلبهم مجرد ما ينتهي من مرحلة المراهقة ويدخل في البلوغ أغلبهم تتعدل الغدة الدرقية نفسها بنفسها. طيب دكتور ختاما، إيش بتحب تقدم نصيحة ختامية؟ ختاما بحب أحكي أنه لما بتتشخص للمريض يعني بين الدكتور أنه عندك مشكلة بالغدة الدرقية قصور أو كسل، يجب أنك تسأل طبيبك أنه أنا عندي القصور الواضح ولا الخفيف، وهل أنا بحتاج علاج أو ما بحتاج علاج؟ لأنه اتفقنا أغلب الحالات صراحة لا تحتاج العلاج. الجزء البسيط منها بحتاج العلاج، لأنه زي ما حكيت لك طب شو المشكلة أنه هالناس تأخذ علاج وخلص، هذا بزيد العبء الاقتصادي على المريض وعلى الدولة، بدك تعملي فحوصات أكثر، ثمن الدواء، وحكينا أحيانا المضاعفات النفسية والاجتماعية نتيجة تشخيص شيء ممكن في النهاية ما يأثر على حياته ولو وحده يعدل نفسه بنفسه. فإذا يعني فقط حالتين بشدد أنه لابد أنهم يتعالجوا بالنسبة للكبار، اللي هم بالحمل أو بحالات العقم وحالة أنه يكون أعلى من 10. بالأطفال فقط بأول 3 سنوات من العمر، إذا كنت أنت كطبيب تشك أنه ممكن عنده مشكلة أو ما عنده مشكلة، الأفضل أنك تعالجه وبعد 3 سنوات أو 2 سنين أحيانا تعيد التقييم، لأنه هنا فيها مغامرة ومقامرة بصحة العقلية والنفسية للطفل. نعم، يعني دائما التروي قبل اللجوء إلى العلاج. ختاما دكتور محمد غنام بدي أتشكرك، شكرا لك، يعطيك العافية. أهلا وسهلا فيك، نرجع نشوفك الأسبوع الجاي إن شاء الله بمواضيع جديدة.